السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم أحسن بسبوسة ممكن تحضروا، بسيطة في المكونات ديالها وسهلة في التحضير بدون خلاط ولا طراب كهربائي، ومكونات جد اقتصادية. غادي نحصلوا على بسبوسة اللي كتجي هشيشة بزاف وكتجي لذيذة من اروع ما يكون. غادي نشارك معكم خطوات التحضير، وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. عندي هنا نص سيترو ديال الحليب، نص كيلو ديال السميده رقيقه، واحد فاني، جوج خمارات، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال السنيده كنعبر نفس الكاس، وقياس واحد نص حامضه معصره. خليت هاد الإناء ندير فيه السميدة، ندير السنيدة، فاني، غادي نخلط مزيان هاد العناصر مع بعضياتها. غندير الزيت، وغادي نحاول نبسبس هاد السميدة كاملة بالزيت. غنديرها بيدية هكا حسن باش نتأكد. غندير هاد جوج خمارات، خلطتهم بهذا الشكل. غناخذ هذا الحليب ونفرغه على هذا الخليط، وغادي نخلط مزيان. نقدروا نخلطوا غير السباتول، كتحتاج شي تقنيه ولا شي حاجه كتوجد بسرعه. خلطتها بهذا الشكل، غندير عصير الحامض، وغادي نخلط واحد شويه وهي واجده. خلطتها بهذا الشكل، غنخليها على جنب نمشي نوجد المول. خديت هنا هذا المول كيدخل الفران، دهنته بالزبده ورشيته بالسميده رقيقه. نرجع الخليط ديالنا، نحرك واحد شويه، ونفرغه في المول. غديتها بهذا الشكل، غناخد هذا المول وغندخلو الفران حتى طيب ونخرج. بالنسبه للسيرو اللي غنسقي به هاد الحرشه او البسبوسه، عندي هنا كاس ديال السنيده، وبنفس العبار عبرت جوج كيسان ديال الماء. عندي هنا الحامض، غناخد واحد حسب واحد معلقه، اللي عنده الحامض طري يقدر يقطعو دواور، انا ما واجدش عندي.
غندير هاد العصير، غناخد منه معلقه. هاد الحامض كيبقى غير باش تنسمو، الا ما بغيتوش ديروه تقدروا ديروا فاني، مي الحامض كيعطي واحد المذاق زوين. خديت هنا الكاسرونه غندير فيها الماء، غندير السنيده، غنعبر هنا معلقه ديال الحامض، وغناخدهم فوق النار حتى تطلع فيهم الغليه مزيان، عاد نطفي عليهم. السر ديالنا هو هذا، وضعته فوق النار كيف كتشوفوا، هذا الفقاعات انا في هذه اللحظه غادي نطفي عليه. خرجت البسبوسه ديالنا من الفران، كتجيب هذا الشكل، ها هي طابت. عندي هنا السيرو اللي وجدت، ها هو برد، غنحاول نسقيها. ونخليها تبرد واحد شويه ونكمل لها تزيين. البسبوسه ديالنا هي بردات واحد شويه، غنحاول نزينها. عندي هنا العسل، ها هو ذوبته، اللي عنده الكونفيتور يقدر يديرو. وعندي هنا الكوك، نحاول ندير العسل. درت العسل بهذا الشكل، غناخد دابا هذا الكوك نحاول نزين به، زينوا باللي بغيتوا، هذه غير فكره وكل واحد عنده كيزين بالمسائل اللي عنده. تقدروا تزينوا باللوز مهرمش ولا كاوكاو مهرمش. درت لها تزيين بسيط، البسبوسه ديالنا ها هي واجده. كيف كتشوفوا، هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي حضرت معكم اليوم. كتجي فعلا رائعه، وشي حاجه اللي بسيطه وسهله التحضير وتوجدوها حتى لاخر لحظه. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها، لانها فعلا كتجي هشيشه ومن اروع ما يكون. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهلة في التحضير، مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. دمتم في رعاية الله وحفظه.